السلام عليكم البنات، مرحبا بكم اليوم معايا في القناة ديالي ويد كوثر. كنتمنى تكونوا بخير وعلى ألف خير. اليوم جيتكم بالوصفة ديال لي بانكيكس اللي كيجيو غزالين وبنان وجد جد جد صحيين. أنا كنقادهم بالطحين تاع لافوان ولا د الخرطال، وسينو ما عندكمش طحين تقدروا ديروا زعما الرقائق ديال لي زافوان حتى هما. المهم غنبداو بأول حاجة. نحتاج هنايا بنانة، بيضة، ساشي د لافاني، شوية د الملحة، دقيق الخرطال أو دقيق لافوان أو الحليب. أول حاجة غادي نديروها غنشدو البنانة، غادي نمأسوها مزيان، غادي نزيدو عليها البيضة ديالنا ونزيدو عليها السكر فاني وغادي نعاود نرجع ليكم. خليكم معايا. غادي نمأسو البنانة ديالنا. البنانة ديالنا من الأحسن تكون طايبة مزيان. نمأسوها بحال هكا. البنانة ديالنا نحاولو أننا فوالا هكا نخلطو هادشي كامل. نحاولو نخدمو هادشي كامل مزيان وغنزيدو عليهم سكر فاني والحليب وغادي نجمعوهم بالدقيق ديال الشوفان اللي هو هذا. انا درت الحليب ديالي البنات، غادي نبقاو نزيدو الخليط ديال لافوان بشويه بشويه. كيجيو جد جد صحيين، تقدروا تقدموهم لوليداتكم. واللي زوين في هادو انكم تقدروا توجدوهم مثلا بالليل وهكا فاش تنوضوا في الصباح تلقاهم واجدين، ما كيخسروا ما كييبسوا ما حتى شي حاجه، وكيجيو زوينين وصحيين بالنسبه للاطفال بزاف بزاف البنات. حسن لكم من الملوي ولا الحرشة. اوكي حتى انا مغربيه، حتى انا كنحماق على داك الشيء، وانما ماشي صحي بحال هذا الفطور هذا هكا بلافوان مع شي كاس العصير. وهانتوما فطور كامل ومتكامل. المهم انا غادي نحاول نجمعها حتى نحصل على التكستور اللي بغيت وغادي نعاود نرجع لكم. انا بعد ما خلطت هكا كيجي واحد الخليط هكا اوموجين. المقله ديالي درتها تسخن بيان سور، ما كتلصقش هاد المقله، انا مخليها سبيسيال بغرير او كريب او سبيسيال بانكيك. لاستيس اللي كندير كندير نقطه ديال الزيت بحال هكا، كناخذ بيان سور ان بابي ابسوربون ديال لا كوزين كنحاول ندوز هكا باش تحيد لي هذاك الكسه ديال الزيت. وغادي نبدا ان شاء الله نطيب لي بانكيك ديالي. بسم الله. كنخليهم يطيبو ونعاود نرجع لكم. بنات ها هما لي بانكيك ديالنا، شتو كيتنفخو. تقدروا تزيدو فيهم شويه ديال الخميره الكيماويه، انا سمحوا لي نسيتها وانما زدتها في الاخر. يعني بغيت نقول لكم باش تزيدو غير واحد شويه باش كيجيو منفوخين، سينو معليش انا كنديرهم دي فوا بلا ما كنزيد لهم الخميره الكيماويه. المهم زيدو لهم نتوما شويه هكا كيجيو منفوخين. شوف كيجيو منفوخين، شوف كيجيو رائعين. البنات ها هو البانكيك ديالنا. درت له، تقدروا ديروا اي توبينغ بغيتو. انا درت له سيرو دي اغافي واحد بحال العسل، حتى واحد النبته درت له سيرو دي اغافي ودرت معاه لي فريز. كنتمنى ينال اعجابكم هذا البانكيك، كنتمنى تجربوه. ما تنساوش تخليو لي تعليق ديالكم في الكومونتير، وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وعلى لايك 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 البنات. كنتمنى انكم تشجعوني وتشجعوا هذه القناه. وكنبغي نشكر جميع الناس اللي تزادوا عندي في القناه، راني كنتبعاكم من جميع دول العالم. شكرا بزاف على التتبع ديالكم. كنتمنى القناه ديالي تنال اعجابكم وتكون كتفيدكم. الى عندكم تعاليق كنتمنى تخليوها لي في لي كومونتير. وشكرا بزاف، السلام عليكم.